أهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق، والبداية بأبرز العناوين. البرلمان العربي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ويدين ممارسات الحوثي في تعطيل تمديد الهدنة وإفشال جهود إحلال السلام. دراسة جديدة تحذر من التعديلات التي تجريها الميليشيات الحوثية على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها. ومحافظ حضرموت يعلن عن موعد تسيير أول رحلة دولية من مطار الريان منذ عام 2015. استشهد 3 جنود وأصيب 4 آخرون في تفجيرين إرهابيين استهدفا القوات الجنوبية في وادي عمران. وأفاد مراسلنا في أبيان أن كمينا إرهابيا استهدف طقما عسكريا تابعا لمحور أبيان أثناء محاولتهم إسعاف جرح القوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق، والذين تعرضوا لتفجير إرهابي سابق في وادي عمران صباح اليوم. ويذكر أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي كثفت من زرع العبوات الناسفة بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل القوات الجنوبية في عملية سهام الشرق. أصيب مواطن يبلغ من العمر 69 عاما برصاص قناص حوثي شمال مدينة تعز. وقالت مصادر محلية وطبية إن المواطن عبد القوي قائد أصيب بينما كان متواجدا أمام منزله بطلقة قناص حوثي متمركز في تلة الصبر بشارع 40 شمال مدينة تعز. وجاء ذلك بعد يوم من إصابة طفلة يبلغ عمرها 14 عاما برصاص قناص حوثي في ذات المنطقة. قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي إن مزاعم الميليشيات الحوثية بوجود قصف حدودي على مديريتي منبه وشدة ووجود ضحايا مدنيين عارية عن الصحة. وأوضح المالكي أن التحالف العربي يدعم الجهود لتثبيت واستمرار الهدنة المنتهية ويمارس أعلى درجات ضبط النفس في ظل استمرار خروقات الميليشيات الحوثية على الحدود والداخل اليمني. وأكد المالكي أن ما يتم تداوله يأتي ضمن سياق المزاعم الحوثية المستمرة بمناطق تقع ضمن سيطرتها وتمثل نقاطا ساخنة لعمليات الجريمة المنظمة كالتهريب وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر، والتي تتم إدارتها من قبل قيادات وعناصر تابعة لها. أكد البرلمان العربي على دعمه المتواصل لمجلس القيادة الرئاسي وجهوده في سبيل التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وكما ثمن الجهود العربية والدولية المبذولة في ذات الاتجاه. من جديد، أكد البرلمان العربي على دعمه المتواصل لمجلس القيادة الرئاسي ودعم جهوده الرامية إلى إحلال السلام وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي واستعادة الشرعية. البرلمان العربي أكد على دعمه لكافة الجهود الأممية والدولية في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل ووقف دائم لإطلاق النار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية. وكما جدد البرلمان العربي رفضه التام لسياسات التصعيد التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية وإصرارها على إفشال كافة المساعي العربية والدولية الرامية نحو تجديد الهدنة المتوقفة منذ أكتوبر العام الماضي. وثمن البرلمان كافة الجهود العربية والدولية المخلصة المتمثلة في تبني المبادرات والحلول البناءة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، مجددا مناشداته لكافة الدول العربية والمنظمات الدولية الإنسانية بمواصلة تقديم الدعم المادي والإنساني اللازمين خاصة للنازحين بهدف تأمين احتياجاتهم الأساسية. في سياق آخر، دان البرلمان العربي التدخل الإيراني المستمر في الشؤون الداخلية لليمن ومواصلة دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية وإجهاضها لكافة الجهود التي تبذل من أجل إخراج اليمن من أزمته وإصرارها على إطالة أمد الحرب في المنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر. هذا وحذر البرلمان العربي من خطورة الرضوخ لابتزاز ميليشيات الحوثي الإنقلابية وتجاهل انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعدم اكتراثها للوضع الإنساني المتفاقم في اليمن، مشددا على ضرورة استمرار كافة أوجه الضغوط عليها
من أجل إجبارها على العودة إلى مساري السلام والتفاوض بما يحقق مصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية. وأخيرا نادانا البرلمان العربي انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية بهدف تفريغ الجهاز الإداري للدولة من خلال ما يسمى مدونة السلوك الوظيفي التي تستبعد الكوادر غير الموالية للميليشيات الانقلابية من وظائفها. حذرت دراسة جديدة من أن التعديلات التي تجريها الميليشيات الحوثية على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها تسهم في تطبيع العنف والصراع لدى الطلاب. في دراسة جديدة للمركز اليمني للسياسات وتحت عنوان انتبه قد يكون ابنك الشهيد التالي، حذر المركز من أن التعديلات التي تجريها ميليشيات الحوثي على المناهج الدراسية في مناطقها تسهم في تطبيع العنف والصراع لدى الطلاب. وقالت الدراسة أن التغييرات تشير إلى رؤية طويلة المدى تغيب عنها آفاق السلام، وربما تكون مدفوعة بالرغبة في الاستمرار في التشبث بالسلطة السياسية، وقد تكون لهذه التغييرات آثار بعيدة المدى على الأطفال، خاصة مع عدم تبرع الميليشيات عن تجنيدهم، وسط تأكيدات بأن الكتب المدرسية في تلك المناطق أصبحت ترسخ لما تسميه الميليشيات بالهوية الدينية. الدراسة أشارت إلى أن التعديلات الطائفية تميل بشكل كثيف إلى شيطنة المجتمع الدولي والدول الغربية والدول التحالف العربي، وتتجه إلى تخليد الميليشيات الحوثية لتثبيت شرعيتها وتوجيه مسار التنشئة الاجتماعية السياسية وزرع الطاعة لقاداتها. وذهب فريق البحث في الدراسة إلى أن استخدام الحوثيين لصور الأسلحة والأطفال المتوفين وسفك الدماء وعسكرة الروايات بطريقة متكررة في جميع الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع يؤدي إلى تكريس العنف وتأصيله في رد فعل طبيعي على النزاعات القائمة. وتنوه الدراسة بأن تعديل الكتب المدرسية يهدف إلى تأكيد ادعاءات الميليشيات أن لها حقا إلهيا في حكم الأمة الإسلامية والزعامة في جميع مجالات الحياة ومنحهم المشروعية في حكم اليمن. وتتوقع مصادر في وزارة التربية والتعليم في مناطق سيطرة الميليشيات أن تشهد نهاية العام الدراسي الحالي تعديلات واسعة على المناهج، والتي عادة ما تتم بإشراف شقيق زعيم الميليشيات المدعو يحيى الحوثي وتحت مزاعم التطوير. قال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي في نشرة سابقة إن دولة الإمارات بذلت جهودا بشأن استئناف الرحلات الدولية من مطار الريان. دولة الإمارات العربية المتحدة لم تعد فقط تأهيل مطار ريان، بل قامت ببناء صالات جديدة، وأصبح المطار الذي سنستخدمه للسفر وإلى ذهابا وإيابا هو مطار بمثابة مطار جديد تم بناؤه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ليس غريبا عليهم، فقد دعمونا في كل الاتجاهات في كل المجالات، وواسونا في جميع المنعطفات، وقفوا معنا جنبا إلى جنب في الميدان، فدوا هذه البلاد بأرواحهم، وهذا أغلى شيء كانوا يقدمونه لنا. زف محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي لأبناء المحافظة بشرى اعتمادي واستحداث رحلة جديدة للخطوط الجوية اليمنية إلى مطار الريان الدولي بمدينة المكلا من وإلى مطار جدة الدولي بالمملكة العربية السعودية بعد توقف الرحلات الدولية منذ العام 2015. وقال المحافظ إن الرحلة ستبدأ يوم الرابع من فبراير المقبل 2023، مؤكدا أن ذلك يأتي بعد جهود السلطة المحلية بالمحافظة لإعادة استئناف جميع الرحلات السابقة من وإلى مطار الريان الدولي للتخفيف عن المواطنين. وشكر المحافظ بن ماضي تفاعل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وتواصله مع قيادة المملكة العربية السعودية التي أسفرت عن اعتماد هذه الرحلة، شاكرا استجابة الأشقاء في المملكة باعتماد هذه الرحلة ضمن مساعي الإعادة والاستئناف الكامل لمطار الريان. هذا وأكد محافظ حضرموت مواصلة الجهود لإعادة استئناف رحلتي الريان القاهرة والريان دبي في سياق الاهتمام بمطار الريان وإعادة دوره الريادي في التخفيف من معاناة المواطنين. وكانت دولة الإمارات الشقيقة ومن خلال دورها التنموي في المحافظة أعادت وأهلت مطار الريان كليا بما فيه تشييد صالة حديثة للمسافرين وتزويد المطار بأجهزة الملاحة والمعدات الحديثة والمتطورة.
اختتم الأمين العام للمجلس المحلي صالح العمقي دورة مشغلي أجهزة التفتيش بمطار الريان الدولي بالمكلا، وأكد العمقي على أهمية هذه الدورة التي تأتي لاستعادة الجاهزية لموظفي قطاعات المطار كافة، لا سيما مع بدء الاستعداد لتدشين الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان خلال الأيام المقبلة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. أمن المكلا ينظم حفلا تكريميا للضباط والأفراد المتميزين. من جديد أهلا بكم. نظمت إدارة أمن مديرية المكلا حفلا تكريميا للضباط والأفراد المتميزين، كما تم خلال الحفل استعراض نشاط أمن المديرية خلال العام المنصرم. تكريم للمبرزين من ضباط وأفراد أمن مديرية المكلا نظير جهودهم في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة طيلة العام المنصرم. التكريم جاء بحفل نظمته إدارة الأمن بمدينة المكلا. إن مدينة المكلا تمثل رمزا معنويا لكل أبناء حضرموت قاطبة، ومن خلالها تقاس كل المؤشرات على مستوى ساحل حضرموت، على مستوى الساحل والوادي من الجانب الأمني وغير ذلك. لذا يجب أن تضع قيادة أمن المحافظة وكل مستوياتها في سلطة وأمن وجيش تضع هذه المسؤولية في المرتبة الأولى في قائمة الأولويات لديها. لقد بلغ إجمالي البلاغات المقيدة في سجلات أمن المديرية خلال عام 2022 عدد 4811 بلاغ في سجل الأحوال اليومية. تم تقييد عدد 3880 بلاغ في سجل قيد تفصيل الجرائم، بينما بلغ عدد الجرائم المقيدة في سجل قيد الجرائم لعام 2022 571 بلاغ فقط. وبالحديث عن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، جرى خلال الحفل عرض روبورتاج يحاكي مسيرة أمن المديرية ودورها في صون حقوق المواطنين والتصدي للمخالفين للنظام والقانون. نشكرهم على تقديرنا وتحفيز ما قمنا به من إنجازات وأعمال خلال هذه الفترة للعام المصرم، ونحن نعاهدهم أننا سنكون مستمرين لخدمة المواطن وحفظ الأمن والاستقرار في المحافظة وتنفيذ أي أوامر وتوجيهات. يعني ساعدونا في هذا النشاط، ساعدونا إحنا في مهامنا، والحمد لله ما تجاوزنا الصعوبات وتجاوزنا كل شيء. نتكلم على مدير الأمن العميد مطيع المنهالي على استقبالنا وتكريمنا ودعمنا بالتدريب العسكري، ونتمنى له التوفيق والنجاح إن شاء الله بإذن الله. نجاحات كبيرة حققها هؤلاء أسهمت في تثبيت الأمن والاستقرار بساحل حضرموت، تأكيد جديد منهم بمواصلة هذه النجاحات خلال المراحل المقبلة. لقناة الغد المشرق، أحسن بالبحيث، المكلا. أما الآن نذهب إلى أخبار الرياضة. تغلب أرسنال على غريمه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدفين في قمة المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح رصيد أرسنال 50 نقطة من 19 مباراة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي خاض 20 مباراة. وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 39 نقطة من 20 مباراة ويأتي رابعا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد ثالث الترتيب. نهاية النشرة تذكيرا بالعناوين. البرلمان العربي يجدد دعمه لمجلس القيادة الرئاسي ويدين ممارسات الحوثي في تعطيل تمديد الهدنة وإفشال جهود إحلال السلام.
دراسة جديدة تحذر من التعديلات التي تجريها الميليشيات الحوثية على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها. ومحافظ حضرموت يعلن عن موعد تسيير أول رحلة دولية من مطار الريان منذ عام 2015. للمزيد من الأخبار تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.